مساء الليل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. متنساش تحت في صندوق الوصف كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا، انا برد على الكل وبتجاوب مع الكل. موضوع حلقة النهاردة اثارت جدل كبير وناس كتير بتتكلم عنه، وانتوا نفسكم طلبتوا ان انا اتكلم عنه اكتر من مرة، بس الموضوع دايما كان بيسحب ما بين الحقيقة وما بين الخيال، وما بين الحاجة الصح والحاجة اللي مش مظبوطة. ودايما كنت قاعد بسمع اراء ناس يمين وشمال، وحلقات كتيرة بتتعمل عنها، كلام كتير بيطلع عن الموضوع ده، بس ايه هي الحقيقة؟ ايه موضوع ابو فانوس الجن المعروف؟ وايه حقيقته؟ هل هو فعلا موجود ولا مش موجود؟ طب ايه القصص اللي بتروى عن ابو فانوس؟ هنا انا هديك كل حاجة عن الجن ابو فانوس، وهديك قصص ذكرت ووثقت على عهدة الراويين عن ابو فانوس، وفي النهاية هديلك رأيي المتواضع اللي قد يحمل الصواب او الخطأ، وانت عليك الحكم اذا كان فعلا كلامي صح او كلامي غلط. وتذكر في الاول وفي الاخر ان فوق كل ذي علم عليم. ابو فانوس هو جن منتشر كما يقال في الصحراء، وهو معروف اكتر حاجة في معظم الدول العربية باختلاف اسماء، وبيسموه ابو فانوس او جن الهول او المضيء، اسماء كتيرة جدا. وعادة بيرى على هيئة نور بسيط في الصحراء بالليل، كل ما حد يقرب له يبعد او يغير اتجاهه او يجيلك، ده كما ذكر وكما قيل في اكثر من مكان. وفي تعريف تاني ليه، ان هو نوع من انواع الجن المتحرك اللي بيظهر على هيئة ضوء بيشبه ضوء السيارة او العربية، وبيظهر دايما في المناطق الصحراوية في معظم الدول العربية، وخصوصا في السعودية او الكويت، وتحديدا في السعودية في منطقة صحراوية بتبعد تقريبا من 15 ل 20 كيلومتر جنوب مدينة القسيم. وتحديدا بالمنطقة دي قصص كتيرة جدا عن جن الهول او جني ابو فانوس دوت. ده تعريف الجن دوت كما يقال. طيب، جن الهول دوت زي ما قلت لكم اطلقوا عليه اكتر من اسم، ناس زي ما قلت لكم بيسموه جن او جني ابو فانوس، وناس بيسموه ابو السراج، وناس تانية بيسموه كمان ابو نويرة. دي الاسماء المختلفة لنفس الشيء او نفس الكيان دوت اللي هو الجن اللي احنا بنتكلم عليه. الناس هنا انقسموا لنصين، في ناس بيصدقوا وفي ناس بيكذبوا بيقولوا لا الكلام ده مش موجود. طيب، بالنسبة للاشخاص او الناس اللي بيكذبوا وجود جن ابو الهول او ابو فانوس دوت، بيقولوا ان الموضوع دوت حتى في الدول الاوروبية موجودة، لكن ما لقوش تفسير ليها. يعني حتى في الدول الأوروبية موجود عندهم أبو فانوس دوت مع اختلاف الاسم، بس ما حدش لقى تفسير ليها، ونسبوها هناك للأشباح وسموها لغز أضواء مارفا، وده موجودة تقدروا تقروا عنها زي ما انتوا عايزين. لغز أضواء مارفا، وأضواء مارفا ديت هي نفس فكرة جني أبو فانوس بالظبط، ان في أضواء غريبة بتطلع في المناطق الصحراوية هناك ومحدش لقى تفسيرها لحد دلوقتي ولا معرفة ايه هي او ليه بتظهر الاضواء ديت او بتظهر منين او حتى عايزة ايه او القصد من وراء ظهورها. طيب، نيجي النقطة مهمة جدا هنا. طيب، شكل الجن ده ايه؟ يعني ابو فانوس، ابو نويرة، ابو سراج، شكله ايه؟ الناس او الاشخاص اللي بيقول ان هم شافوه بعينهم جن ابو فانوس قدروا ان هم يوصفوا شكل الجن دوت او يحددوا ملامحه، فبيقولوا ايه، وده على حسب الرواية اللي قالوا، بيقولوا ان هما كانوا بيشوفوه على شكله كأنه سيارة كبيرة جاية من بعيد وليها نور كبير جدا، وكل ما بيقرب علينا بنشوف الضوء بيبدأ فجأة ويختفي، يبدأ فجأة ويختفي ويطلع من جهة تانية، يعني النور بيلعبهم، بيبدأ يمين وشمال وفوق وتحت وبعد كده بيختفي ويفضل على هذه الحالة فترة من الزمن. فتخيل انت اندماج البر والصحراء في حالة زي كده، وان انت بتخش الصحراء لوحدك مثلا
ويطلع لك او يطلع لك الضوء دوت بشكل كبير وبعدها يختفي ويظهر ليك في مكان تاني زي ما بيقولوا بعيد. انت هتقول انها سيارة لكن يرجع بعد كده انه بعد ما كان بعيد عنك يقرب منك وبعدها يختفي ويطلع من جهة تانية. يعني حرفيا حاجة بتطير العقل او حاجة بتروش الواحد شوية. انت شايف نور متحرك يمين وشمال وفوق وتحت ومن كل الاتجاهات. فايه بالظبط اللي بيحصل؟ ده بالظبط اللي حصل مع اشخاص كتير جدا وخصوصا الناس اللي هي بتسافر كتير بالسيارة على الطرق البرية او الطرق الصحراوية ديت او بيدخلوا البر في الصحراء سواء مثلا المخيم او لشغل خاص بشركات البترول او لاي سبب من الاسباب. هحكي لكم هنا بعض القصص التي رواها اصحابها ووثقوها عن جني ابو فانوس دوت او جني الهولدا. وبعد ما نخلص القصص ديت انا هقول لكم رأيي الشخص ايه في الموضوع دوت. الناس اللي بتتكلم عن قصص ابو الهول ابو فانوس ناس كتيرة جدا. انا جمعت لكم النهاردة ثلاث قصص بس مش هطول عليكم. ثلاث قصص هي الاقرب من ناحية المصدر اللي انا تقريبا قدرت اوصل لمصادرها الاساسية وقدرت اخد منهم المعلومة ديت. وخليكم جاهزين اللي انا هحكيه دوت لان الكلام اللي هحكي لكم ده مش كلامي انا. دي ناس حكت بنفسها الموضوع. وزي العادة طبعا الناس اللي بيخافوا من ان هم يسمعوا موضوع الجن او اي حاجة مفيش داعي ان انتوا تكملوا الفيديو دوت. لكن اذا انت قلبك قوي وتحب قصص الرعب وقصص الغموض فلازم تتفرج على الفيديو ده للاخر. وبعد ما يخلص الفيديو ده اديني رأيك في القصة اللي احكيها لك. طيب هنبتدي هنا القصة الاولى عن ابو فانوس. القصة ديت انا جمعتها عن طريق واحد والواحد ده جماعة عن طريق واحد وعلى حسب ما قال لي ان هي ذكرت في اكثر من جريدة والناس اهل البلد ديت عارفينها. القصة حصلت مع شاب سعودي بيقول ان في مرة من المرات كان ماشي في طريق طويل بالليل طبعا واضطر ان يدخل الصحراء وبعدها تعمق في الصحراء او في البر اللي هي المنطقة البر اللي ملهاش اسفلت جوه. وفجأة شاف ضوء كبير جاي من وراه. بيقول النور اللي كان جاي من وراي دوت زي ما يكون حاجة بتمشي وراي او حاجة عايزة تلحق لي. بيقول انه كان لوحده وكان متوتر وخايف مش عارف يعمل ايه. بيقول ان حتى لو كان على الاقل معاه حد ما كانش خاف ولا اي حاجة وخصوصا انه كان سمع عن قصص ابو الجني ابو الهول دوت او ابو فانوس. وبيقول انه فضل يتساءل بينه وبين نفسه يا ترى هو ده ابو فانوس ولا مش هو؟ يا ترى دوت جن ولا بشر؟ ترى الحاجة اللي ماشية ورايا ديت ايه هي بالظبط؟ بيقول ان الحاجة اللي زودت الرعب في قلبه ان هو عنده معرفة سابقة بموضوع ابو فانوس دوت وسامع عنه كتير وخصوصا من اصدقائه واصحابه اللي بيطلعوا كتير البر والحاجات دي كلها. وده اللي خلاه يخاف اكتر ويقشعر بدنه حسب قوله هو. ومن هنا بدأ طبعا في الاستغفار وفي تلاوة القرآن الكريم. وبيقول مديت ايدي على مسجل السيارة شغلت القرآن الكريم. بيقول بعد مدة من الوقت والمطاردة اللي هو ماشي ورايا النور دوت بدأ يزيد السرعة بتاعته ويشد بالعربية وفعلا بيقول زودت السرعة ودست. بيقول هنا كانت الصدمة ان هو كمان بدأ يزود السرعة الحاجة اللي ماشي وراه اللي بتدي نور دي وبدأ يدوس وراه اكتر واكتر. بيقول على حسب قوله انه زي ما يكون في سباق مع الريح. وبيقول برضو ان الغريب في الموضوع ده انه هو ماشي والتاني انه ماشي بنفس السرعة تقريبا يعني الاتنين محافظين على مسافة واحدة. وبيقول مش ده بس الغريب لكن الغريب والحاجة ان اللي طير العقل ان البعد بينه وما بين الحاجة اللي وراه هو تقريبا بعد ثابت ما بيتغيرش ابدا لا بينقص ولا بيزيد. يعني الحاجة اللي ماشي وراء الضوء اللي ماشي وراء دوت محافظ على المسافة لا بيزود ولا بيقدم. وده الحاجة اللي خلته متأكد 100% على حسب قوله ان دي مش عربية او سيارة لا مش هي ديت. وبيقول لاحظ شيء تاني ان مرة بيكون الضوء جاي من الناحية اليمين ومرة من الشمال ومرة يكون ضوئين
ومرة يكون ضوء ومرة بيجيله من فوق يعني على ارتفاع شوية ومرة يجيله من تحت. بيقول انا لاحظت الموضوع ده وبدأ خوفي يزيد اكتر واكتر لما حسيت ان الشيء اللي ورايا ده مش طبيعي. بيكمل الشاب دوت وبيقول ان المطاردة استمرت تقريبا مدة 15 دقيقة لتلت ساعة مطاردة مستمرة لغاية ما وصل لمدينة اسمها القيسومة ووصل للشارع والاضواء. هنا بيقول حسيت ان روح رجعت لي، حسيت بالامان. ويقول الاغرب من كده وكده ان اول ما وصل ما لقاش حاجة بتطرده، ما لقاش اي شيء وراه، مجرد ما دخل الشارع والاضواء بيقول ما فيش اي حاجة نهائيا. ويرجع ويقول مش عارف هل هو السبب ان دي اضواء المدينة ولا فعلا ان في حاجة فعلا كانت بتطردني او ان فعلا كان في كائن بيسكن البر موجود جوه واسمه ابو فانوس. دي القصة الاولى. في قصة شخص تاني عن ابو فانوس برضو بيتكلم عنها، بيقول فيها صاحب القصة ديت ايه، ان هو راح في يوم من الايام لواحد من رعاة الاغنام الموجودين في جنوب مدينة القيسومة. جبت لكم القصة دي من منبع ابو فانوس. راح لواحد من رعاة الاغنام الموجودين في جنوب القيسومة ديت، بيقول رحت لهم فترة العصر لانه بيتوقع ان هم بيكونوا افضل وقت بيكونوا موجودين فيه، وهو الراعي الغنم دوت. وبيقول انه في نفس الوقت كان خايف من جن ابو فانوس لان سامع عنه، فكان عايز يروح فترة العصر عشان ايه يبتعد عن ان يخش في مواجهة مباشرة مع جن ابو فانوس دوت ولا لا، او راح لراعي الغنم ده. بيقول انا كنت في نفس الوقت حابب اسأل واتأكد بنفسي هل فعلا جن ابو فانوس دوت موجود ولا لا. فبيقول اول ما وصلت لرعاة الغنم دول فترة العصر وهو كان من واحد من الجنسية الاسيوية وكان جديد في المكان، بيقول انا قعدت معاه وقعدت اتكلم معاه وعرفت ان انا جاي اشتري غنم وقعدنا ناخد وندي مع بعض. وبدأت اسأله وانت بالليل بتشوف حاجات غريبة، يعني بتشوف حاجة مش مظبوطة كده. بيقول انا مش عارف اذا كان هو عارف موضوع جن ابو فانوس او ابو السراج دوت او لا، او انه عارف معنى كلامي دوت، لكن انا قلت له بمنتهى الصراحة انت بتشوف حاجة بالليل مش مظبوطة، ما كنتش عارف اذا كان هيعرف انا اقصد ايه من كلامي دوت او اي حاجة. هنا بدأ الشخص دوت يرد عليه ويقول له انت تقصد ابو فانوس؟ مع العلم ان الشخص ده على حسب كلامه من الجنسية الاسيوية ولسه جاي قريب المكان دوت. هنا بيقول الشاب ده انا انصدمت، انا انصدمت لان على حسب علمه ان الراجل او الشاب الموجود دوت جديد في المكان وما توقعش انه بسرعة يعرف المعلومة دي، وان بسرعة شديدة جدا بقى عنده خبر او موقف مع الجن دوت ابو فانوس. هنا بيقول انا بدأت احس بالصدمة وحسيت فعلا ان الموضوع حقيقي. بس كمل ورد عليه الشخص ده بعدها وقال له صراحة انا ما شفتوش ولا بشوفه ولا مرة، لكن حسب زمايلي اللي هو قصده يعني رعاة الاغنام اللي موجودين هنا من فترة اللي هم قرايب الشاب الاساوي دوت، ان كنت بسمع منهم ان في حاجة او في شيء اسمه جن ابو سراج او ابو فانوس. يعني الشاب الاسيوي دوت بيقول له ان هو كان بيسمع الكلام ده عن طريق قرايبه رعاة الاغنام الموجودين في نفس المكان بس بعيد عنه شوية، وقال له ان على حسب كلام اهل دول ان الحاجة دي او الشيء ده بيطلع بالليل بس بتشوف الضوء بتاعه زي ما يكون ضوء سيارة، وان ده نوع من انواع الجن، لكن انا شخصيا ما شفتوش ولا مرة لان انا جديد في المكان دوت. ده كان رد الشاب الاسيوي دوت على الشاب السعودي دوت اللي سأله عن وجود ابو فانوس او ابو السراج ده. المهم هنا الشاب السعودي بيقول ايه، انا ما استفدتش بصراحة لان ده بما انه جديد ويبعد تقريبا 15 كيلو عن مدينة القيسومة فما ادينيش حاجة مؤكدة، ده خلاني اروح زيادة جوه البر، وكان بيدور على موضوع ابو فانوس دوت كان قلبه جامد، ودخل قال ان انا مضطر ان انا ادخل جوه زيادة في الصحراء واشوف شخص تاني. بيكمل بيقول ان الشخص ده وصل عنده الفضول لدرجة ما تتوصفش، وصل عنده ان هو عايز يعرف كل حاجة. ودي نصيحة انا بديها للكل ان محدش يكون عنده فضول زايد، وخصوصا
في الامور ديت. المهم بيقول انا كان عندي فضول ان اعرف موضوع ابو فانوس دوت. بيقول رحت وتعمقت زيادة في البر ودخلت جوه وقابل راعي غنم تاني. راعي الغنم ده من برضه من الجنسية الاسيوية، بس بيختلف عن الراعي الاولاني انه كان بيجيد اللغة العربية بطلاقة بحكم ان اديله فترة كبيرة موجودة هنا، وبيشتغل تقريبا في رعاية الغنم ديت لفترة زادت عن 20 سنة. فهنا بيقول الشاب السعودي دوت انه قال في نفسي ان ده اكيد مرت عليه بلاوي الدنيا، 20 سنة عايش في المكان هنا جوه الصحراء، مكان المعزول ده اكيد حصلت معاه حاجات غريبة جدا. فبيقول قعدت معاه وعرفته بنفسي وبدأت اسأله عن ابو سراج او ابو فانوس دوت وابسط له المعلومة. بيقول الشاب دوت بعد ما سألته عن ابو فانوس وقلت له سؤال صريح، هو انت شفت النوع دوت من الجن؟ كان يرد عليه او رد عليه وقال له انت تقصد ابو فانوس، ده نوع من انواع الجن. قال له حلو، مر عليك حاجة زي كده او شفت انت حاجات زي كده؟ التاني رد عليه وقال له كتير، ده على حسب كلام الشاب الاسيوي دوت، قال له ان كتير بتمر عليا حاجات او اضواء بشوفها بالليل بتمشي وبتبعد. هنا بيقول انا ما بقتش عارف هل اصدقه او ما صدقوش، فحبيت ان انا اعرف منه موقف معين لان هو اداله كلام عام. فقال له طيب تقدر تديني موقف محدد او موقف معين يكون حصل بينك وبين الشيء اللي انت شفته دوت شيء تواصل مباشر؟ هنا بدأ الراعي يكلمه قال له شوف، انا كنت مرة من المرات برعى الغنم وفي الوقت دوت ظلمت الدنيا عليا وانا لسه ما رجعتش المخيم. بيقول فجأة شفت سيارة عند الغنم والغنم كانوا قاعدين بياكلوا وامورهم طيبة، كانش في عندهم اي شيء ولا كأني في اي حاجة عندهم، والدنيا كانت ليل وانا اتأخرت في الراعي. بيقول انا شغلت السيارة الصغيرة اللي معاه ديت وركب ومشي بالسيارة بتاعته وراح ناحية السيارة ديت عشان يشوف ايه اللي هناك، لانه افتكر ان السيارة دي حرامية جايين يسرقوا الغنم ودي بتحصل كتير ديت. فبيقولوا انا رايح للنور اللي انا شايفه منور ناحية الغنم ده، كل ما يقرب من النور النور كان بيبعد، كل ما يقرب من النور النور كان بيبعد. بيقول لدرجة ان انا ما بقتش عارف احصله. المهم بعدها بيقول بقى بعيد عني كتير، فقلت خلاص ده حرامي اكيد، ولما شافني ان انا جايب العربية ناحية الغنم بتاعي هرب. بيقول فجأة وانا قاعد اركز على الضوء طفى النور الخاص بالسيارة ديت، اول حاجة اللي هو فاكرها سيارة، قاعد مركز على النور قدامه. بيقول مرة واحدة لقيت النور طفى وفجأة طلع من الناحية التانية، على حسب كلامه هو يعني، هو فضل مركز في النور بتاع السيارة البعيدة ديت مش عارف يوصل لها، فجأة طلع من الناحية التانية. بيقول في اللحظة دي ايقنت او حسيت انه جن. برضو بيكمل الشاب الاسيوي دوت للسعودي بيقول بالبداية انا مكنتش عارف جني ابو فانوس ده او اي حاجة، بس بعدين اصدقائي رعاة الغنم اللي جنبي كانوا عارفيني عن جن ابو فانوس ده وقالوا لي احنا كمان او احنا كنا بنشوف الشيء ده، بس انا مكنتش بصدقهم او مكنتش بقتنع بوجود الحاجات ديت لغاية ما مريت بالتجربة ديت او مريت بالحكاية ديت. يعني انا لما جيت وحكيت ليهم عن اللي انا شفته في اللحظة دي قالوا لي صح اللي انت شفته ده هو جني ابو فانوس، وقالوا له خلي بالك لان ده بيظهر على طول بالليل في المنطقة ديت. بيقول انا هنا ما ايقنتش ان هما بيقولوا الصح او الغلط، لكن لما شفته قبل بعد كده بعيني اتأكدت ان كان كلامهم صحيح وان فعلا ابو فانوس او ابو سراج دوت موجود. وبعد الموقف ده على طول، ده كلامه هو، بيقول بعد الموقف ده على طول رحت رجعت مرة تانية عند الغنم بعد ما موضوع النور اللي طفى ونور ده، وقلت خلاص ده جن، انا مش هتعب نفسي وامشي وراه ولا اروح وراه ولا حاجة، ده لا حرامي ولا اي شيء، ده جن. دي القصة التانية اللي بتروى عن الموضوع دوت. طيب ايه القصة التالتة؟ انا قلتلكوا اجيب لكم تلات قصص. القصة التالتة خاصة بواحد من رعاة الابل، وعلى فكرة دي القصة الاغرب لان الشخص ده على حسب كلامه شاف شيء مستحيل انك تشوفه في الصحراء اساسا، يعني حاجة ما ينفعش انك تشوفها في الصحراء.
بيقول انا كنت في المكان لوحدي، صاحب الابل او الجمال ديت ما بيجيش الا من وقت لوقت، ودي عادة لاصحاب الابل والغنم، بيسيبوا راعي في مكان معين مع الغنم بتاعه او الابل بتاعه، بيرعى في المكان ده ومعاه مستلزماته كلها، وكل فترة وفترة بيعدوا عليه يشوفوا اذا كان عايز ولا لا، وعادة بيكون معاه تليفون وعربية صغيرة. فبيقول مرة من المرات كنت قاعد برعى الابل اللي عندي، وفجأة شفت ضوء سيارة جاي، وكل ما بيقرب الضوء ده بيصغر اكتر. يعني تخيل معايا لما تشوفه من بعيد بتشوفه كأنه ضوء كبير او ضوء قوي، بس كل ما بيقرب ليك بيصغر شوية بشوية، او بمعنى اصح بيقل حجمه شوية بشوية. بيقول قاعد الوضع دوت وانا مش عارف ايه اللي جاي دوت قدامي. بيقول انا طبعا ما عنديش اي سابق معرفة عن موضوع جن ابو فانوس ده، ولا عمري سمعت عنه ولا اي شيء. بيقول اتكرر الامر دوت اكتر من 3 ايام متواصلة، يشوف برضو الضوء اللي جاي له ده كبير ويصغر. بيقول لدرجة ان انا كنت بنام وانا خايف، انا مش عارف ايه اللي جاي دوت او ايه الحاجة اللي قدامي ديت، لغاية ما جه اليوم اللي جه فيه صاحب الابل دوت او صاحب الحلال دوت. هنا بدأ يقول له، قال له بصراحة انا ما اقدرش اكمل لان المكان يخوف جدا، وحصل معايا كذا وكذا وكذا، وانا ببقى قاعد واشوف نور جايلي من بعيد، والنور ده كبير، ومرة واحدة بيقرب مني بيبتدي يصغر شوية بشوية، وانا مش هقدر اقعد هنا. بيقول اتفاجئت ان صاحب الابل قال له خلاص تمام، اصلا ده مكان بيخوف واحنا بعاد كتير جدا عن المدينة، وواضح ان المكان اللي انت بترعى فيه الابل دوت او اللي انت حاطط فيه الابل ده مسكون، خلينا نقرب شوية ناحية الاسفلت او ناحية مدينة القيسومة، لان احنا بعدنا عنها مسافة كبيرة، فلازم ان احنا نقرب تقريبا 10 كيلو من المسافة بتاعتنا عشان الحاجات دي ما ترجعش تطلع لك مرة تانية. ده كان كلام الراجل صاحب الابل لراعي الغنم على حسب ما بيرويه للشاب السعودي دوت. بيقول فعلا غيروا المكان دوت، حطوا الابل ده كلها في سيارة ونقلوها لمكان تاني. بيقول الحمد لله بعد ما غيرنا المكان دوت مفيش اي حاجة ولا حصل معايا اي شيء، الا موقف واحد غريب حصل معايا. ده على حسب كلام برضو راعي الاغنام الاسيوي دوت اللي بيحكي للشاب دوت او بيحكي القصة دي. بيقول الحمد لله انه موقف واحد بس هو اللي حصل معايا بعد كده، والموقف ده حصل بعد 3 ايام من نقلي للمكان دوت. كان مولع نار او كان قاعد في المكان دوت، وكان قاعد بس ما بيقدرش يعني بيتفرج كده على الابل بالليل وقاعد مولع نار وكل شيء، وزهق فقال انا هطلع اتمشى شوية حوالين المخيم، وفعلا بدأ يتمشى بالبر. بيقول فجأة على حسب كلامه لقيت شجرة غريبة، شجرة موجودة غريبة، وبيقول بحكم ان هو من جنسية اسيوية فعارف بالشجر والنباتات وفاهم في انواع الشجر والنباتات. بيقول مستحيل ان النوع من الشجر ده ينزرع في الاراضي الصحراوية، لان النوع ده بيحتاج رعاية خاصة، بيحتاج مية كتيرة، والصحراء معروف انها جافة، فمستحيل باي حال من الاحوال الشجرة اللي انا شفتها ديت ان هي تكون موجودة، فما بالك ان هي مزروعة في وسط الصحراء. بيكمل وبيقول انا استغربت جدا لكن عادي لفيت وشي ومشيت. بيقول مجرد ما لفيت وشي ومشيت فجأة سمعت صوت غريب يطلع من الشجرة. بيقول الصوت يعني صوت كأنه صوت صراخ طفل، ده على حسب كلامه هو، من صوت كأنه صوت صراخ طفل. هنا بيقول أنا قربت من الشجرة مستغرب، أنا عايز أعرف مصدر الصوت ده إيه، صوت طفل صغير طالع من الشجرة، لكن الصوت اختفى مرة واحدة. هنا بيقول إنه كان خايف جدا وكان قلقان جدا، بس ما تكررش معاه الموقف ده أو الموضوع ده مرة تانية، فبالتالي نسي الموضوع ده أو ما فكرش في الموضوع ده مرة تانية. طيب انا طبعا استغربت صراحة من النوع من الانواع القصص ديت، بس هكملها لكم برضو. بيكمل بيقول ان رغم استغرابه من النوع من الشجر ده لكن كان بيتساءل ويقول الشجر ده منين، وكان خايف. المهم ان رجع للمكان اللي كان هينام فيه بعد ما شاف الشجرة الغريبة ديت وسمع صوت صراخ الطفل
الموجود وكل ده، قال لك خلاص انا هرجع للمكان اللي انا كنت نايم فيه وانسى الموضوع دوت نهائي. بيقول في اليوم الثاني حب ان يروح يرجع يشوف الشجره ديت، وقال على حسب كلام ان هو فاهم في النباتات وعايز ياخد منها جزء عشان يزرعها عنده او في المكان اللي هو بيرعى فيه. بيقول لك لما رحت مكان الشجره دي اتفاجئ ان الشجره مش موجوده ولا ليها اي اثر من الصحه ولا كانها موجوده اصلا. طبعا ده على حسب كلامه هو. وديت القصه الثالثه عن موضوع جن ابو فانوس. طبعا في على الانترنت قصص كتيره جدا، هتشوف شباب بيجروا ورا الجن ابو فانوس وهو بيجري منهم وهما بيجروا وراه، وحاجات كتيره جدا هتشوفها على اليوتيوب. طيب ده كده انتهى الموضوع. طب انا رايي الشخص ايه؟ مفيش حاجه اسمها جن ابو فانوس. انا عارف ان انتوا بتكرهوني لما بقول الكلمه دي، دي خرافات. اشمعنى ما بيزوروش غير الاسيويين؟ طيب انا عايز افهم، الجن اللي طالع لك ده هو طالع يا يهددك يا يأذيك، مش انت تجري وهو يجري بعيد عنك. طب هيطلع لك ليه في الاساس؟ هو يخوفك من ايه؟ يخوفك من صحراء؟ طب ما عادي، ايه المشكله في الصحراء؟ هو مش جن رصد ولا مرصود على حاجه. طب وليه بيكبر وبيصغر؟ طب ليه على هيئه ضوء؟ بيلفت انتباهك على هيئه ضوء. طب اشمعنى في البر في السعوديه وفي دول الخليج بس؟ طب اشمعنى يعني؟ ده بيفكرني بموضوع الطنطل اللي منتشر في العراق وبعض الدول. طب اشمعنى مع رعاة الغنم الاسيويين اكتر حاجه؟ طبعا تقول لي عشان هما اللي بيقعدوا يرعوا الغنم والكلام ده كله. انا واحد من الناس الصحراوي، بروح الصحراء كتير جدا وعشت شهور وايام في الصحاري، ما قابلنيش حاجه زي كده. كنت لوحدي الصحاري، تخاف تخشها الصبح مش تخاف تخشها بالليل، وقعدت فيها وخيمت، ما قابلنيش حاجه من كده نهائيا نهائيا. موضوع ابو فانوس مجرد فقاعه بس مش اكتر. الشباب بيحبوا يتكلموا عنها عشان يقولك ان انا جريء وان انا شجاع وان انا بجري ورا الجن. حقيقه الامر لا وجود للجن ابو فانوس. اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم. تنسوش لايك وكومنت وشير لو عجبتكم عشان نرفع ريتش القناه. شوفوا رايكم في الكومنتات تحت. شكرا لكم، مع السلامه.